خبز الشوفان الصحي أحسن بديل للخبز العادي، خفيف وغني بالألياف والبروتينات. في الروسيت حطيت 150 جرام شوفان مرحي ومعاهم مغرفة متاع ماكلة خميرة مرطبات، ونفس الكاس اللي كيلت به الشوفان عبيته بالماء في مرحلة أولى، ومن بعد زدت ربع متاعه حليب. خلطت المكونات متاعي في ميكسور مليح وخليت الخليط يرتاح لمدة ربع ساعة بالحساب. من بعد طيبت الخبز متاعي في مقلة سخنتها مليح مليح. الخبز متاعك تطيبه دوره من الشريطين برشا مرات حتى لين يخرج ريحة البنينة متاعه. اي فوالا لو ريزولتا، هذه النتيجة متاعنا، خبز ياسر خفيف وريحته بالحق تشهي. في مرحلة أولى قلت برا نجربه بيه كسكروت حلو، حطيت فيه مغرفة متاع ماكلة ريغوتا وزدتها مغرفة صغيرة متاع عسل. بالحق حاجة ولا أروع، ما تتصورش قديش يقنع وقديش جي مع الميلونج غوتا وعسل ياسر بني. عرفت حاجة ما تفهمهاش، كخيب عاتي على خبز ملاوي. والفيغسيون ثانية قلت برا نعملوها سالي، حطيت فيها مغرفة متاع ماكلة ريغوتا وزدتها مغرفة كبيرة متاع سلطة مشوية محرحرة. خلطت المكونات الزوز وزدتهم في الاخر نص عظمة مصموطة وجي كسكروت، حاجة يا لطيف. في بالك اللي روسيت متاعنا تنجم تعمل بها 7 خبزات كل واحدة فيها 83 سعرة حرارية، يشدك نهارين ولا 3 بالمرتاح. جربوها واعطيني رأيكم.